ألقي القبض على 7 أشخاص اتهمتهم الولايات المتحدة بأنهم ينتمون لعصابة عالمية تنشط في مجال الجرائم الإلكترونية سرقت نحو 45 مليون دولار عن طريق اختراق حسابات بطاقات السحب الآلية وسحب نقود من ماكينات الصراف الآلي في 27 دولة في أنحاء العالم. ويتهم الرجال 8 الذين قتل أحدهم قبل أسبوعين بسرقة ما يصل إلى 2.8 مليون دولار في غضون ساعة فقط في مدينة نيويورك. وأفادت لائحة الاتهام بأن الخلية تمكنت في إحدى عملياتها من اختراق جهاز لقراءة بطاقات الائتمان استخدمت فيه بطاقات صرف آلي تابعة لشركة ماستر كارد وصادرة من بنك رأس الخيمة في أبوظبي. كما تمكنت العصابة في هجوم ثاني من اختراق نظام جهاز لقراءة البطاقات الائتمانية في الولايات المتحدة لسرقة أرقام حسابات تخص بطاقة ماستر كارد صادرة من بنك مسقط.